وصلوني 50 جيجا، لانه كل ما اشتري جهاز يعطونك الظاهر 10 او 15 او حاجه زي كذا. ولكن اذا بتشترك الظاهر في بعض الاشتراكات الشهر ب 140 مدري 150 ريال بالشهر. والله ما ادري، انا اعرف الموقع بس اني ما جربته. طيب علومك الاعلاميه وعلومك الوظيفيه والله بالشرك ماشي الامور. شاركنا في برنامج الحياه عمار 3، صورنا في غينيا اوه مع عبد الرحمن المالكي وفيد. مع الشباب نعم، محمد الشمراني ايوه وشارع خالد وسعود النزهان. كيف التجربه حلوه؟ والله تجربه حلوه، تجربه جدا حلوه. يعني انا انصح اللي الله عز وجل فتح عليه بشهره وباعلام وشيء زي كذا انه يجعل له نصيب من الزيارات هذه. والله قال حتى لو كانت، حتى لو كانت داخل السعوديه. في كذا شركه قالوا لي، شركات سياحيه وزي كذا قالوا تروح المكان اللي تبغاه وكذا. هذا بس اني والله مشغول يا مالك، بس تنصح اروح؟ هي تجربه، لا تجربه جدا حلوه. انت تنصحني اروح ولا لا؟ نعم نعم انصحك تروح. وبقوه ولا بشده؟ وبشدتين. حيا الله ضيوف. ارحبوا. يلا حيهم. وين الضيوف؟ فهي تجربه جدا حلوه. يعني ما تفوت. وعمل خير وعمل بسم الله الرحمن الرحيم تطوعي. يلا حيهم. ارحبوا ارحبوا. الله يبقيكم. يا هلا يا هلا. مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. العهد قريب. ما يحتاج. يا مرحبا. ما شاء الله. الدكاتره كلهم صح ولا لا؟ يا مرحبا. حيا الله سعود. هلا هلا. هلا سعود غربي. يلا حيهم. يلا حيهم. سعد القحطاني. هلا يلا حيه. يا مرحبا. الله يبقيك ويبارك فيك. ما شاء الله تبارك الله. يا حياكم الله. يا الله يسلمك. يا هلا وغلا. الله يبارك فيكم. يا مرحبا. لا والله انا ابدا 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 انا معزب. يا مرحبا. يا الله يبارك فيك. بعدين حياكم الله. يا مرحبا. يلا حيهم. الله يا مرحبا. الله يحييكم. يا هلا. الله يسلمك ويبارك. يا مرحبا. الله يبارك فيك. ما شاء الله لقاء جميل. الله تابعت وجل. حيتوني والله. طبعا ابو غربي ريادة الأعمال ورجال الأعمال والفكر التجاري بيني وبينك صراحة بغيت أدخل عليكم أنا والله تحمس. حمستوني خلاص، ما بي الموضوع الثاني ما عاد أبي خلاص. نقدر نكمل تمام، نكمل نفس الموضوع. المشكلة ما شاء الله عليك ماسك خط. بسم الله عليك ما شاء الله. لو جاز له ما شاء الله. لا التجارة أنا حفظ الله عشق عندي موجود يعني، ولي تجارب جيدة في هالجانب كثير. فأنا قاعد أتابعكم هناك وتجيكم على طول. يعني طيب الحين لو اسالك بعض الاسئله ممكن تجاوبني عليها؟ لا خلنا بموضوع الاصل. شوف صراحه بيني وبينك انا ابغى الدكتور عبد الرحمن يقول بسم الله الحمد لله والصلاه على رسول الله، وانا بقول سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك. واضح يا ابو غربي صح؟ انت الوقت لين الصحيح وين خلصت البرنامج؟ فانا بمشي. خلصت البرنامج؟ خلص البرنامج. خلص. طيب اجيكم مره ثانيه. انا اسف اولا. كان اليوم في اشكاليات على اساس ان الضيوف الاولين يدخلون علي وربع. لا مو بنت العب هناك مو بنت. اي والله. اي لا مو عندك. والله جانا الطبيب. لا بيني وبينك الشوارع الشوارع مره مزعجه صراحه. طبيعي. ولا انا رجل مسكين على باب الله. والله واضح. اي البرنامج برنامجكم لو انكم جايين من الساعه 9 الله يحييك. الله يسلمك. طبعا الدكتور عبد الرحمن العوضه مرشد طلابي في تعليم الرياض. الله والشيخ الدكتور سعد القحطاني مستشار تربوي ورجل اعمال وكل شيء. الله يسلمك. رياضي وكل حاجه. يا مرحبا. رياضي يا ابو عمر ما شاء الله انت اللاون الاخيره. انت القحطاني ما شاء الله عليكم بتاع كله ما شاء الله. بتاع كله 10 وظائف. الله يحييك. نورت وشرفت. يا مرحبا. يا هلا. الله يحييك. طبعا ابو غربي نبغى الحديث عن الاختبارات. الاختبارات ايش؟ على الابواب جايه، وما شاء الله الدكتور سعد والدكتور عبد الرحمن لهم تخصص في الاشياء هذه كثير. ف يعني الاختبارات ممكن نقول ما عاد في وقت ان الواحد يقول في تخطيط واشياء زي كذا، عاد الدورات عند الدكتور سعد ممكن يحدثنا بعدين فيها، لكن بنتكلم عن قلق الاختبارات اللي يحصل للطالب. ايش اللي اسباب او ايش الاسباب اللي تدفع للشيء هذا من وجهه نظرك؟ أنا الآن أنزحم من وضعي كمقدم. أنا بصير طالب. أيوة لا بس أسأل طلابي. أيوه أسمع طلاب كثير كل المراحل. فالآن بس أسأل طلابي. جميل. ممتاز. أسمع ضيوفك وأنا طالب. جميل جميل جدا. أولا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أولا بارك الله فيكم وشكر الله لكم هالبرنامج، أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم. اللهم آمين. كأن الوقت أطلق أنه
يحتاج مننا نحن نحاول نضغط الامور باي طريقه، يعني ودنا نحن نخرج من هالبرنامج انه على الاقل لو استفادوا لو شيء او شيئين. انا عجبتني منك كلمه اخوي سعود قبل شيء تقول لو بس لو 500 واحد، بالفعل انا اقول لو واحد، يعني يوم القيامه ياتي النبي وهو يدعو بالسنين وياتي وليس معه ولا رجل واحد. نعم نعم. فبالك اذا احنا خرجنا من هالموضوع استفاد لو طالب واحد. انا احاول احصل لكم الامور، انا تعمدت اني اكتب لاني وجدت ان الوضع خلاص لابد ان انا نقلص الموضوع، الموضوع كبير. قلق الاختبارات تعرفون كل طالب بل كل شخص، احنا واحنا داخلين القناه الواحد قلقان وهو داخل القناه والوضع عنده بسيط، فما بالك الطالب يعتبر بعض المرات يعتبر مصيري له في حياته. هل الاختبار يعتبره هو بالنسبه له انه يا 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 نجح يا فشل. قبل ان ندخل في اسباب القلق انا ودي اتكلم عن ما هي اعراض القلق. الاعراض قد تكون نفسيه وقد تكون معرفيه وقد تكون جسديه. اما النفسيه فاما تكون عصبيه، طلاب اثناء الاختبارات والله منافسين كلهم منافسين، وعاد طبعا فارس من طلابي اعرفهم اعرف طبعا انا موصي قبل ما ندخل موصي اني ما اقول شيء يعني لكن كل شيء زين خاطر الشين وادي نفسية، خوف، توتر، تردد، سرعة انفعال، هذا الجانب النفسي. المعرفي دائما يتوقع الأسوأ، يتوقع أنه ممكن تجي اختبارات أصعب مما ذاكر، بل بعضهم في الليل يتصل أو يكلم من يثق فيه من الأخوة المعلمين يقول لهم ولا كأني ذاكرت شيء، وبينما إذا ذاكر ودخل الاختبار سبحان الله أول ما تأتي الأسئلة الدكتور عبد الرحمن يعرف الشباب على طول سبحان الله المعلومات تأتي مباشرة. طيب وش السبب معليش هذا أنا كطالب وش السبب؟ لأن أنت ذاكر أذاكر أذاكر يوم يقرب الاختبار ولا تن مخي قطرة. المعلومات تترتب عندك أصلا، المعلومات موجودة عندك، الآن الكمبيوتر هجمات عندما تدخل معلومات تاخذ لك ثواني على بال ما تخرج لك. الطالب سبحان الله اذا دخل اختبار، اذكر مواقف كثيره تحدث لنا في قاعات الاختبارات السابق واحنا نتابع الطلاب، تجد يقول ما اعرف شيء، نقول له بس استرخي ريح نفسك شويه. طبعا هذه من اساليب العلاج ولعل الدكتور عبد الرحمن يتكلم عنها بعد قليل باذن الله سبحانه وتعالى في مساله العلاج. اذا استرخى الطالب وبدا يرتاح بدات تطلع المعلومه. بل انت بعض المواقف تحصل لك تقابل واحد في الشارع وتقول له يا اخي وين شفته وين شفته وين شفته، اول ما يروح وتهدى شوي يا هذا فلان مباشره مرت عليكم إيه؟ ولا مرت عليكم شيء يتكرر. اذكر طالب يقول والله مذاكر زين مذاكر 100% وين راحت المعلومات؟ ابغى في المعلومات في القاعه استرجع المعلومات استرجع ما جات. يقول اول ما طلعت وجدت الشباب والاريحيه والسوالف جاتك جت المعلومات. ليش؟ سؤال مهم هذا يحدث بعض الطلاب من التوتر والله هذا بسبب التوتر. توتر خلاص العقل يشتغل بثلاثة أشياء يكون يعني فعال بثلاثة أشياء حلو. يكون مرتاح يا سلام يعني أخذ راحته من النوم ويكون عنده نشاط نشاط يعني ما أخذ راحته عفوا من النوم ويكون مرتاح ما في توتر ويكون له هدف. يقول لك يشتغل العقل اللي خزنت فيه المعلومات بهذه الثلاثة الشروط. حلو لازم يكون مرتاح مرتاح يعني ما عنده يعني مو مجهد نفسه مو مجهد ما عنده توتر حلو. ونشيط نايم زين يعني حلو والثالث يكون له هدف يا سلام ويشتغل العقل. طبعا هالمعلومات اللي ذكرها الدكتور فعلا تخزنت في العقل موجود يعني موجوده ما بس ما تخرج مع الراحه فقدت الراحه. يقول لنا بعض واحد معلمين مراقبين لنا قصه عجيبه يقول طالب يطالع كذا قال له وش السالفه يفكر فيه غش ولا شيء بعض المدرسين عاد عنده يحتار يوسوس على طول ها في نزل راسه الطالب مسكين يرفع راسه المدرس ينزل راس قال ايش سالفه اشتغل الحس عنده الطالب ربط مذاكره دائما يناظر فوق فارتبط مذاكره فالمدرس ينزل راسه والطالب يبغى يجيب المعلومه المعلومات من اساليب كيف شو غش انا ما 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 ما, ما ادور بين الطلاب او شو اللي مكان ثابت فيها سلام كان واجلس فيه تعرفه اذا قام طقطق اصابعه اذا قام يقول اللي هذا طبعا لا تسلم لا تسلم الطول شوف اللي تثاوب اللي تثاوب ويتمغب هذه بيغش من غيره ينتظر على ما تبارك لكن اللي معاه برشام يسولف مع نفسه تمر من عنده يقول صح خطير يا مو على كل حال اغلب 90 ولله الحمد يعني هذا مو فخر بس يعرفون الطلاب الرادار ما في طالب اشتغل حدس عندي طبعا ما اشوف شيء بعيني وبرشام ما اشوف بس انه اقول انت فيك بلا الا واحد والله اسمه سعد تبوك قلت سعد انت غشيت قال يا استاذ والله ماشي
كنت يساعد والله الحس اللي عندي يقول حركاتك حركات. المهم في النهايه قلت والله اعطيك درجتين بس اعترف. قال شوف هذيك برشامه خلص ما كانت معه. تفضل. فاقول الجانب المعرفي وهو توقع الأسوأ، ضعف التركيز، النسيان، احتقار الذات. كذلك الجانب الجسدي وهي آلام اضطرابات الجهاز العصبي العصبي الجهاز الهضمي، تجد سبحان الله في وقات الاختبارات كلها آلام لأنها تأثر الجانب الظاهر منه يأثر على الجانب الداخلي. هذه يمكن هي أعراض القلق مباشرة اللي يجد عنده من الطلاب هاي الأعراض يعرف أنه قلقان من الاختبارات. طيب ما هي أسباب القلق؟ أسباب القلق ثلاث أمور، إما أن يكون المنهج وإما أن يكون المعلم وإما أن يكون من الطالب. وبتضطرون بعد قليل أن الطالب يتحمل العبء الأكبر. المادة إما أن تكون طويلة وكل شيء لحل، لعل الدكتور عبد الرحمن بإذن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن العلاج سيمر على هذه الأمور كلها. إما أن يكون المنهج طويل، إما أن تكون لغة المنهج صعبة، لغة الإنجليزية والطلاب عادة عندنا ضيق الصدر في الإنجليزية ضيق الصدر لأنه طويلة في الأحياء والأشياء، أو تكون طويلة المنهجية وطويلة كثيرة، المعلومات متشابهة كثيرة خاصة الأحياء، التعريف مرة أذكر الطلاب يقول عندنا أكثر من 70 تعريف، وين احفظ التعريف ذا؟ طبعا بعض الاخوه المعلمين الله يعطيهم العافيه لا هو اللي يعني بعض الاخوه نقول ولا المعلمين على عيننا ونصنا لا هو اللي يبسط المعلومه ويجعلها يربطها بشكل روابط عشان يفهمها الطالب، ولا هو اللي يقلل التعريف، التعريف طويله جدا ثلاث سطور يستطيع ان يختصرها ويختزلها مثلا في سطر واحد. امر ثاني اللي هو لغه الماده نفسها اللي هو اما تكون انجليزيه اما تكون فرنسيه، طبعا فرنسيه ما عندنا. الجانب الثاني اللي هو المعلم، تهديد بعض المعلمين، اذكر واحد معلمي كان من زملائنا يقول ساعطيكم منهج من بسم الله الرحمن الرحيم الى من كلمه اخوكم وزير التربيه والتعليم محمد الرشيد الله يرحمه الى اخر كلمه من فهرس، والله لا اجيب لكم المعلومات من وسط السطور. في جو الطلاب يشتكون كيف بيجي من وسط السطور؟ قلت انتم اذكياء ولا يعني بالعقل يا جماعه يجي من وسط السطور كيف؟ مو موجود كلام معلومة موجودة، لكن هذا التهديد سبحان الله يؤثر على نفسية الطالب. كذلك صعوبة الأسئلة، بعض الأخوة يعني يركز على أصعب أسئلة يتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، وتقول عائشة رضي الله عنها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. الاختبار مجرد قياس لمستوى الطالب، حتى أن بعض الطلاب لو أنت في الفصل تقول له كم يأخذ طالب تقول 100 في الأخير ممكن يجيب 90 أو 95. طيب السبب؟ الأسئلة صعبة. كذلك يركز في وضع الأسئلة على جزء معين ويترك المنهج كامل، أو حتى في الشرح يجهز على جزء معين ويترك البقية. طيب. نجي عند الطالب. طيب ممكن تعطيني مداخلة بسيطة بس من طيب. ناحية الأسئلة كأنا كمعلم، ممكن مهما سويت الأسئلة صعبة أو مهما سويتها سهلة، الجيد جيد والكسول كسول. نعم. فأنت حسنت. يوم تصعب الأسئلة أنت جالس تضر الجيد. نعم. بس. الكسول كسول العام كلي تجربة طلاب يشوفوني الآن عندي طبيعي وعندي شرعي في مادة الأدب أتوقع عطيت اليوم الطبيعي مادة الأدب زين ثاني يوم كان موجود الشرعي نفس أسئلة الطبيعي طبعا هم جاوا قالوا كيف طبعا لأن النحو كانوا قريبين من بعض قريبين مرة من بعض صح يوم جيت عند الأدب قلت ممكن الذكي يستفيد والله نفس الأدب